المنتدى يعتبر فرصة حقيقة للتباحث مع الإعلاميين العرب والعالميين فيما يرتبط بالصحافة وغيرها من وسائل الإعلام وفق الجداول المعلنة والقضايا اللي مذكورة في أجندة المؤتمر في هذا العام. أيضا الجانب الثاني في المنتدى الحوارات التي تجري فيما بعد اللقاءات الرسمية، فرصة حقيقة للتعارف مع الإعلاميين العرب وتبادل الحوار حول الكثير من القضايا اللي تهم العربي أينما كان، لأن هناك نخبة كبيرة جدا من رجالات الإعلام العرب والعالميين الموجودين اللي بإمكانهم الاستفادة من بعضهم البعض إن شاء الله خلال هذا المنتدى.